تقف على أعتابها، تصافح أشعة الشمس تلك المياه العريقة عراقة البحر ذاته، تطل منها إلى انسيابية الطرق وعجيب البناء، لتصافح عينيك أبراج ذات دلال وخضرة ومروج وجمال. تعلو بوابات المصانع ملهمة بالتجديد ومعلنة عن العمل الدؤوب من جديد، حيث تعانق الطائرات مدارج الوصول، ويحال مالح الماء عذبا لطيفا مفعما بالهطول. هنا جدة، وعلى جبينها الأغر كم بثاقة أولى بعد أن نال شرف المكانة وتكليف الأمانة، يبدأ خطواته بكل ثقة واقتدار، أمين على ما عين، صالح لما مكن. كلمة الانطلاقة لأمين محافظة جدة معالي الأستاذ صالح التركي، فليتفضل بإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي مشعل بن ماجد محافظ محافظة جدة، أصحاب السمو، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، الحضور الكريم، أتشرف برفع أجمل التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وإلى سمو ولي عهده الأمين حفظه الله، وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. الحضور الكريم، يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب لتشريفكم هذه المناسبة المهمة للمدينة الغالية على قلوبنا جميعاً، مدينة جدة، حيث نناقش تثبيت هوية حضارية ومعمارية لعروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين الشريفين. لابد أولاً أن نشكر صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على دعوته ورعايته لهذه المبادرة التي هي حقيقة من بنات أفكاره ونتاج متوقع وطبيعي لشخصيته وثقافته، ثقافة الجمال وثقافة المحتوى وثقافة المبنى وثقافة المعنى، ثقافة العمران والإنسان والمكان. وعلى حرصه أن يكون لمدينة جدة طابع واضح ينسجم مع ثقافتها وتاريخها وميراثها الحضاري، وهذه الورشة هي الملتقى الطبيعي لكل ذلك. الحضور الكريم، يحكى واقع المدن العظيمة أن العنصر الأهم في صناعة هوية أي مدينة هو كيف يحب المواطنون مدينتهم، كيف يميزونها ويزينوها ويحافظون عليها ويبرزون نواحي الجمال فيها، في مبانيها، في شوارعها، ساحاتها العامة، وفي كل ما يعطي البيئة الطابع المميز لها، بحيث ترسخ في ذاكرة الناس قاطنين وزائرين جيلاً بعد جيل وقرناً بعد قرن. ولكن هل نحن نحب جدة فعلاً؟ هل نزينها ونحافظ على هويتها وعلى مواطن الجمال فيها؟ من تجربتي البسيطة، كلنا يدعي حباً ووصلاً بجدة، ولكن هل لمن يدعي الحب أن يسلب مدينته هيبتها؟ هل يتفق الحب مع استباحة الحرمة وتشويه الجمال؟ جدة اليوم فيها ما لا يقل عن 60 حي عشوائي، 80% من مبانيها مخالفة للأنظمة والتعليمات، وبها 850 ألف حفرة يجب علينا إغلاقها هذا العام فقط، ومنها 90 ألف بيارة مفتوحة إهمالاً ممن يعمل في هذه المدينة.
المستقعات والبعوض يغزو جدة دون اهتمام، حاملاً حمى الضنك بدلاً من حمى المحبة والوجد. جدة أيها الحضور الكريم تصارع محبيها الذين يعتدون على أراضيها، وجدة تحاول أن تدافع عن نفسها ممن قطعوا ثوبها ورقعوه بالورش والبقالات العشوائية وفرشات الخضار حتى غلبت الرقع على ما تبقى من الثوب. إن جدة لم تلتزم لا في كود عالمي ولا في كود سعودي في تخطيطها. المدينة الوحيدة في السعودية التي لم تلتزم بأي أنظمة صادرة من السعودية. الحضور الكريم، إن نقطة البداية لرسم الهوية العمرانية لأي مدينة، ننتقل للإيجابيات، هي أنسنة المدينة، أنسنة المكان، هي نقطة البداية الصحيحة لتحقيق ما ننشده في رؤية 2030 للمدن السعودية، الرؤية التي شددت على جانب الهوية وعلى تحسين جودة الحياة وعلى الارتقاء بالتصميم الحضري وبالبيئة بصفة عامة. أنسنة المدينة أولاً هو مطلب عاجل، وهو توجيهات القيادة الحكيمة وتوجيهات سمو الأمير خالد الفيصل وسمو الأمير مشعب. لابد أن ينعكس حب من جدة في القضاء على مظاهر القبح والعشوائية وجرائم الاعتداء على أراضيها. لابد أن نزيل أولاً عن العروس مظاهر القبح والاستباحة وأن نعيد لها الهيبة. لابد أن نعالج أولاً تشوهات التلوث البيئي والسمعي والبصري قبل أن نلبسها ثوب الهوية المعمارية الذي يليق بعروس البحر. لابد أن نترك لكل من يعمل في هذه المدينة وتقدم الخدمات من الشرطة والمرور أن يعمل دوره الأساسي، لا أن يحارب حرامية العشوائيات. صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير مشعب بن ماجد محافظ جدة، أصحاب السمو المعالي والسعادة أهل جدة الكرام، بدعم من مقام عمارة منطقة مكة المكرمة ومن مقام محافظة جدة، واعتباراً من الآن وخلال شهر واحد ستطبق الأمانة نظماً جديدة للرقابة على الصحة والبيئة والمطاعم والتخلص من الردميات، ولن نسمح لأحد أن يعبث في مدينتنا. سنعيد اللون الأخضر الذي دمر، وسننقل الورش ومواقع التشليح إلى خارج المدينة. تلك المرحلة الأولى. الحضور الكريم، أشكر كل من ساهم في تحويل هذه الفكرة إلى واقع مطروح للمناقشة، وأخص بالشكر صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة على الدعم اللامحدود والرؤية الثاقبة والجهد المتواصل. والشكر موصول لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ولمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن الملك آل الشيخ على تقديم الدعم والعون والمساعدة للرقي بجدة. كما أشكر كل من دعم ورعى هذه الورشة العلمية من الرعاة في القطاع الخاص. كذلك أشكر زملائي في أمانة محافظة جدة، وأشكر مركز الخليج للأبحاث الشريك المنظم. كلمة أخيرة لأحبابي وزملائي سكان جدة، إن رسم الهوية المعمارية والحضارية لأمير مدينة على نحو مقصود من قبل الدولة وأجهزتها هو أمر هام، ولكن الأهم هو المشاركة تصنعها وتجسدها الجماعة في إطار تفاعلها المباشر مع المكان، وهو ما ينتج عنه تشكيل حضاري ومعماري متميز نابع من الوعي ومن مخيلة أهل المدينة، ويعبر عن ميراثهم الحضاري والإنساني وعن حبهم الحقيقي لمدينتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.